كانت ضربات ثابته. نعم ضربات ثابته يعني ضربات ثابته. فريق الحسن تنقدير انهى المباراه ب 10 دقائق الاخيره بشكل جيد جدا. بدا المباراه بشكل جيد خمس دقائق الاولى قلنا ان فريق الحسن غادي يضغط. نعم الا كنشاهدوا يعني كانت ضربات خطا بالفعل محاوله خطيره دائما لفريق 55 فكنشوفوا ان الضغط ديال الحسنيه هذه محاوله كذلك لفريق الكوكب المراكشي. لكن يعني على العموم ما كاينش امور كثيره تذكر. الفرصه الوحيده اللي يعني هي فرصه ثانيه حتى هنا كنشاهدوا ابرز محاوله كانت لفائده فريق حسنيه اكادير بواسطه لاعب اللي دخل خلال الجوله الثانيه لاعب باتنا. هنا مره اخرى فريق حسنيه اكادير كان يعني قريب بعض الشيء للتسجيل ولكن ما كانش هناك النجاعه بالنسبه للمهاجمين في يعني انه الكره توصل للشباك. هادو كلهم ضربات ثابته ف يعني بكل صراحه ف الفريقين يعني عمروا بشكل كبير وسط الميدان. كنشوفوا هذه محاوله كانت لكن خرج من تدخل جيد ديال القاسي اللي قام بمباراه كبيره كبيره جدا. لكن كنشوفوا ان المباراه